خطر هذا عار هذا عار وصلنا في خطر هذا عار هذا عار هذا عار هذا عار الأسر في خطر هذا عار هذا عار هذا عار هذا عار الأسر في خطر هذا عار هذا عار شغيلة في خطر هذا عار هذا عار الشو عمال في الخطر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا العبد الفقير إلى الله السيد مصوب حميد رئيس شركة أوتولام للتوزيع. هذه الشركة كدير توزيع على الصعيد المحلي، توزيع ديال المواد الغذائية على الصعيد المحلي وحتى على برا، يعني شيشاوا يمين تانوت يعني آسفي مراكش إلى آخره. والمقر الاجتماعي ديالها كان يعني عنده اكثر من 80 عام وهو كيمارس هذا النشاط اكثر من 80 اكرر اكثر من 80 عام وهو هذا المقر كيمارس هذا النشاط هذا. ويعني في جره قلم جاء هذا السيد هذا رئيس الجماعه لا مشكور الرئيس لا مشكور خذ هذا القرار باغلاق الشركه. يعني كنعتبر هذا قرار ظالم وقرار جائر وقرار لا مسؤول وقرار ما عنده حتى شي سند اللي هو قانوني. وكرر ما كاينش سند قانوني. وانا اطالب بفتح تحقيق في هذا الملف، لان هذا الملف هذا توبخ تحت نار هادئه. المجلس والزبانيه ديالو هما اللي تبخوا هذه والقرار ان القرار يعني لم يبنى على اي اضرار ولا اي حاجه كاينه فيه، مجرد مخزن كنحطوا فيه المواد الغذائيه كايها الناس كاي تاجر هنا في الشماعيه او في الدار البيضاء او في مراكش كنحطوا السلعه في المخزن كنخزنوها في المخزن وكنخرجوها. ما عندنا وزينات، ما عندنا صدورات، ما عندنا تنجارات، ما عندنا حتى شي حاجه اللي كتضر هذا الانسان. وهذا الشيء بسبب انسان او جوج الناس قدموا شكايه، وعادي غادي تكون انك انت في واحد البلاصه وواحد الانسان كيكرهك ولا شي حاجه راه غادي يمشي يدعيك ولا شي حاجه. لهذا حنا انا عندي تساؤلات لهذا السيد الرئيس. بغيت نسولو على هذا القرار اللي خداه في حق الشركه، وهذا كان ما كنسميش انا قرار، انا كنسميه مذبحه. هذه مجزره في حق اكثر من 25 واحد، اكثر من 25 انسان. وهذا ال 25 انسان كل واحد عنده ثلاثة أو أربعة من الأفراد ديالو. إذا ضربنا في ثلاثة راه على الأقل 75 أو 80 فرد في هذه البلاد هذه. وكلها بسبب الله سبحانه وتعالى ثم هذه الشركة كتمول هذ الناس هذو. واش ماشي منكر هذا أننا نجو نسدوا هذا الباب ديال الأرزاق على الناس؟ هذا سؤال للسيد الرئيس. قبل لا تاخذ هذا الإجراء السيد الرئيس، كانك تاخذ بالعين الاعتبار هذه المسائل هذه. ونسولك السيد الرئيس، واش عارف الظروف اللي كتمر منها البلاد؟ وعارف الظروف المعيشيه، من ولات البصله ب 400 والمعطيشه ولات ب 300 واللحم ولا ب 2000 والدجاج واقيلا ب 500، واش عارف اشنو طاري في هذه في 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 الدنيا ولا ما عارفش؟ ان كنت تعلم فتلك مصيبه، وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم. المطالب أنه يترفع عنا الظلم. هذا كان أعتبره أنا ظلم لهذه الشركة وظلم لهذ الناس ومجزرة في حق هذ الناس. هذ الناس يوما ما واحد النهار هذ الناس كانوا سبب في نجاح السيد هذا. هذ السيد تقريبا غيكونوا هما من الأسباب اللي نجحوه وعطوه أصوات ديالهم عوض فشرة على المصالح ديالهم، ويسهر على 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 المصالح ديالهم. ناض دار هذا القرار هذا اللي هو طعنه في 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 ظهوره. كما انا كنتسول هذا السيد الرئيس اشنا هي الانجازات اللي حققت لهذ البلاد، شحال من مصيب ديال الشغل،
ثلاث بلاد من نهار جيتي. اعطينا النوع ديال الاستثمارات اللي دخلتي للبلاد. اعطينا الشركات اللي استقطبتي من برا. اعطينا ما هي انجازاته. كما انني كنسول السيد الرئيس كنسولو واش كان كيسمع الخطابات ديال صاحب جلاله نصر الله وحفظه الله يحفظه لينا، مني كان كيقول في الخطابات ديالو بتبسيط المساطير وتقريب الاداره بين المواطنين. النداء ديالنا حنا كنوجهوا للسلطات المحليه وكنوجهوا لصاحب العامل صاحب الجلاله الوالي وكان الى جمعيه حقوق الانسان وكنوجهوا الى المجتمع المدني والجمعيات المدافعه على الحريات. كنطلبوا منهم باش يساندونا وباش يوقفوا معنا، لاننا حنا في موقف اش غنقول لك، ماشي موقف ضعف وانما موقف لا يحسد عليه، لان الابواب ديال الشركه سدوها، يعني تسدت الشركه الابواب ديال الشركه تسد قصرا والداخل ديالو الملايين ديال السلعه. يعني اكرر، لم نعطوا اي مهله، ما عطوناش حتى شي مهله باش نحيدوا السلعه ديالنا من الديبو. جاوا قصرا سد صافي الله يعاون، والسلعه كاين الملايين السنتيمات تما معرضه للاتلاف، يعني عندنا سلعه تما بروش بيريمي معرضه للاتلاف. لهذا احنا نطالب الجهات المعنيه بالامر وكناشدوهم من هذا المنبر ديالكم انتوما مشكورين باش يتدخلوا وينهوا لنا هذه المهزله، لان هذه مهزله في حق في حق في, في حق هذه الامه. هذه صراحه هذه البلاد هذه ما كتستاهلش، هذه البلاد ما كتستاهلش. حنا يا اخي بتولينا منذ سنين بعقليات بحال هذه العقليات هذه. علاش البلاد عندنا منكوبه؟ علاش؟ لاننا حنا بتولينا بعقليات بحال هذا الشكل، هذا عقليات ديال الانانيه ديال الهنجعيه ديال حب الذات وديال جنون العظمه. لهذا حنا نناشد الاخوه، نناشد المجتمع المدني، نناشد حقوق الانسان باش يدخلوا وينهوا هذه المهزله، لان هذه مهزله يعني هذه غتبقى وصمه عار في جبين رئيس الجامعه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.